أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما قولكم في بعض الناس يتمادى في الذنوب والمعاصي ويحتج بأن له توحيد؟ هذا غرور والعياذ بالله، هذا هو الغرور. فالتوحيد لا يثبت إلا مع الطاعات والحسنات، أما إذا تساهل بالذنوب والمعاصي فإن هذا يضعف توحيده أو يزول والعياذ بالله في النهاية. فعلى الإنسان أنه يتوب إلى الله من هذا الرجاء المذموم، هذا يسمونه الرجاء المذموم، الرجاء المذموم، وهو أنه يعتمد على جانب الرجاء ويترك جانب الخوف. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يعتمد على الخوف فقط ولا يعتمد على الرجاء فقط، وإنما يجمع بينهما، يكون خائفا راجيا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم.